احيانا لما بنتكلم عن موضوعات عالميه كده بعض الناس يقولوا لنا تكلمونا في حالات مش لقمه العيش يعني، لكن بالمناسبه كل ما يحدث في ابعد مكان في العالم هو بيأثر عليك بشكل مباشر، سواء النهارده او بكره او بعد 10 سنين. عشان كده بقالنا شهور واحنا بنتكلم عن كوب 27 واستعدادات مصر لاستقبال القمة العالمية للحديث عن المناخ والسيطرة على المناخ. احنا اتكلمنا في النقطة دي كتير وسألنا السؤال المهم، يهمني في ايه؟ ودايما الناس تسأل كده، ده يهمني في ايه؟ يهمني في ايه؟ الحفاظ على البيئة بهذا القدر، تقليل الانبعاثات اللي بنسمعه بهذا القدر. ايه التغير اللي بيحصل في العالم؟ هو في تغيير بيحصل في الخريطة او في خريطة استخدام الطاقة في العالم، سواء بإرادة سياسية لقادة الدول او بصراحة احيانا غصبا عن إرادتنا بسبب نقص هذه الموارد. ده سؤال مهم جدا، واحنا لما بنفهمه أعتقد أنه كتير من الأمور السياسية كمان في العالم بتتضح. احنا النهاردة متشرفين أنه معنا دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ العلوم البيئية. منورنا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور. شاركت حضرتك ودايما بشارك حضرتك بفكرة أو يعني قبل الهوى حتى كنت بسأل دكتور عبد المسيح أنه هو فعلا في أزمة طاقة لا، وده السؤال الكبير اللي احنا بنسمعه، الخناقة الأوروبية الروسية على الطاقة في أزمة ولا لا؟ لا، هي الفكرة مش فكرة الأزمة، الفكرة إمدادات الطاقة دي هتروح فين وهتروح إمتى وتروح لمين. لكن هي القصة في كوب 27 اللي احنا بنتكلم عليه، إزاي إن العالم ينتقل من الوقود الإحفوري إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن الطاقة التقليدية هتطلع لنا ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري. إذن مش لأنها بتخلص، لا ده هم ورغم انه ده وارد الحدوث مش كده؟ لا ده هم عاوزين يحدوا منها. يعني هي قد تكون موجوده وكل حاجه، بس العالم دلوقتي عاوز يحد من استخدامات ثاني الطاقه التقليديه او مصادر الطاقه التقليديه اللي هي الفحم والبترول. عايزين نقل منهم علشان هم دول السبب الرئيسي، لان الفحم والبترول فيهم ذره كربون. لما بيتحرقوا بيطلع ثاني اكسيد الكربون المسبب الرئيسي لهذه الذره، وبيتجهوا الى الطاقات الجديده والمتجدده. فهي الفكره مش فكره النقص، فكره النهارده الدول عاوزه تتفق على الحد من استخدام الطاقه التقليديه ونتجه الى الطاقه الجديده والمتجدده اللي هي ما بتسببش تلوث وما بتسببش انبعاثات لثاني اكسيد الكربون. ده حجر الاساس في مشكله الطاقه.